بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. حياكم الله جميعا مع درس جديد من دروس جرح الوسواس من طريق الشاطبي. وقفنا عند قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون شيئا ولا نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها شيئا مدلول فيه التوسط والإشباع. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمثال نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. شيء مدلين فيه التوسط والإشباع. سر راء مفتوحة قبلها كسر ترقى قراء. بل أكثر هنا نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. أحدهما أبكم مد منفصل في الإشباع. لا يقدر راء مد قبلها كسر ترقى قراء. شيء مدل في التوسط والإشباع. وهو كل ننتبه إلى أن الكاف مفتوحة ليست مضمومة. مولاه من ذوات الياء في فتح وتقليل. يوجه الهاء الأولى مدغمة في الثانية. لا يات إبدال الهمزة حرف مد. يأمر إبدال الهمزة حرف مد. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والأرض نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. وما أمر الساعة مد منفصل في الإشباع. البصر نتبه إلى الباء حتى لا تفخم. شيء مدل في التوسط والإشباع. طبعا الآية السابقة قلنا أنه لا يمتنع شيء إذا التقى مدلين مع ذات ياء، لكن على الفتح في مولاه لنا في مستقيم ثلاثة العارض، وعلى التقليل بين بين لنا في مستقيم التوسط والإشباع. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع ولا بصار ولا أفئدة لعلكم تشكرون. شيئا مدلين في التوسط والإشباع. جعل لكم ننتبه إلى اللامين. ولا بصار نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. ولا أفئدة نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ألم يروا إلى نقل حركة الهمزة إلى الساكنة قبلها. السماء مد متصل في الإشباع. إلا الله ننتبه إلى إلا حتى تفخم اللام. الآيات بدل في الأوجه الثلاثة المعروفة. يؤمنون إبدال الهمزة حرف مد أو إبدالها واو خالصة. على القصر في الآيات لنا في يؤمنون ثلاثة العارض. وعلى التوسط في الآيات لنا في يؤمنون التوسط والإشباع. وعلى إشباع البدل الإشباع في العارض للسكون. هذا ما فتح الله لنا عز وجل في هذا الوجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.